إذن هذه الواجبات فيها خلاف بين الحنابلة والجمهور. الجمهور أن هذه سنن، وهو أيضا قول عند الحنابلة، رواية عن الإمام أحمد أنها سنن وليست بواجبات. عدد التشهد الأول هو الذي اتفق فيه قول المذهب أنه واجب، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجود للسهو وفعل سجود السهو لما ترك التشهد الأول. أما بقية هذه الواجبات فأكثر أهل العلم على أنها أمور مستحبة، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى هو ما ذهب إليه الجمهور أنها سنن. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنها سنن، وقلنا هذا قول الشافعي وأحمد والشافعي وبحنيفة ومالك، ورواية عن أحمد أيضا أنها سنن وليست بواجبات، وهذا هو الأقرب. طبعا الذين قالوا أنها واجب أنها واجبات أخذوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها. النبي كان يداوم عليها، وأيضا ويقول وصلوا كما رأيتموني أصلي صلاة ربي وسلامه عليه. والذين قالوا أنها ليست واجبة قال لم يأمر بها المسيء في صلاته، ولم يأتي فيها نصوص صريحة أنها واجبة، وإنما هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله المجرد لا يكفي أن يكون الأمر فيه واجبا. أما التشهد فجاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك التشهد له أن يسجد له سجدتين، وفي بعض رواياتنا أمر أن يجلس للتشهد في الصلاة، فدل على أن التشهد الأول واجب. لكن بقية هذه الواجبات فأكثر أهل العلم كما قلنا على أنها سنن وليست واجبة، باستثناء سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. هذه أولا جاء في لفظها حديثان، الحديث الأول صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، وفي سجوده كان يقول سبحان ربي الأعلى. عند أبي داود زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. فلو قالها الإنسان سبحان ربي العظيم وبحمده أو قال سبحان ربي العظيم ولم يقل بحمده كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا الوجوب؟ قالوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. قالوا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب، ولكن الكلام في ثبوت هذا الحديث، والأظهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم. هذا الحديث لم عند أبي داود وغيره، لكنه لا يثبت عن النبي، عند ابن ماجه عفوا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الأصل عندنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة الأصل فيها الاستحباب ما لم يدل الدليل على الوجوب، فتبقى هذه مستحبات. والأفضل أن يقول طبعا سبحان، سيأتينا في السنة إن شاء الله تعالى أن سبحان ربي العظيم يطيل فيها الإنسان يقولها 10 مرات أو أكثر إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فيتبع الإمام يسبح إلى أن يرفع الإمام، وإذا كان إماما فإنه لا يشق على الناس يقولها 3 مرات يكفي، وإن قالها أكثر بحيث أنه لا يشق على الناس أو هم يريدون ذلك فالأمر في هذا واسع.